موسى بالجلال، نطلب الله سبحانه وتعالى يجعله من الصالحين، الله يثبته في القبر ديالو، الله يجعله من الصالحين. هاد السيد هذا كان شهدنا ليه بانه مسكين، يعني كيدير الخير. الا عندك باش الا عندك فلوس يركبك، ما عندك يركبك عطيتيه لمانه يوصلها ليك. ورجل طيب ومزوج، عنده جوج وليدات، عنده خلا بنيه ووليد، ووالديه كاينين. وهاد الموكب الجنائزي اللي حضرناه دابا وشفتوه انتم وشفنا على عينينا دليل بانه راه من نور الخير، واكيد بانه راه الغريق كيف قال الرسول صلى الله عليه وسلم، راه من راه من 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 من, من, من الجنه. ونطلب الله سبحانه وتعالى يثبتوا في القبر ديالو ويغفر الذنوب ديالنا وديالو ويجعلوا من الصالحين. ربما يعني صدمتم من هول، يعني والهول في الناس، كنا فعلا فرحوا الناس بالشتاء وهاد الاقاليم الجنوبيه 5 سنين هذه ولا 6 سنين ديال الجفاف، وحتى كاع وصلنا للناس تصابوا بواحد النوع ديال الياس والقنوط. ورحم الله سبحانه وتعالى العباد بهاد الشتاء. ولكن هاد الفاجعه ديال الحادثه ديال 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 الحافله هي اللي ألمتنا شي شويه، وألمت الناس كلهم، المساكن كلهم، وتضامنوا مع هاد الناس اللي مفقودين وهاد الناس اللي توفوا كلهم. نطلب الله سبحانه وتعالى الله يرحمهم ويجعلهم من الصالحين ويغفر لنا ولهم ويلحقنا بهم مسلمين، امين. والصلاه والسلام على رسول الله.